مدرسة السر القديم هو الدور ديال مريم. مريم اللي هي طالبة كتقرا في الباك وعندها واحد العلاقة مباشرة مع سعد موفق اللي كيلعب دور ديال المهدي. كبرين انصامبل مربي معانا ولكن اون ميم طون انا كنبغيه. دوكو بيناتنا واحد العلاقة وطيدة اي فوالا ما بغيتش نحرق عليكم كلشي ما كنعرفش نعاود. انا كنظن بلي كاين اختلاف كبير في هذا الدور ديال السر القديم بحكم انني اول مره غادي نلعب دور ديال طالبه دور ديال واحد البنت نايف واحد البنت عفويه مختلف على الادوار اللي كنت لعبها قبل اللي كيكونوا بلوز او موان فاتال بلوز او موان دو فورت بيرسوناليتي. الدور ديال مريم كيشكل ليا دور جديد اللي جي تروفي دو بليزير انني نلعبو. محمد امين منى في الشغل مع واحد الشغل سلس ما كنحسوش به كاين ما كنحسوش بداك هذاك كي غادي نقول لك هذاك لا ديستانس اللي كتكون ما بين ممثل ومخرج كتحسي به صاحبك كتحسي به عشيرك في البلاطو الضحك لو سيريو يل كومبين تو ما كتحسيش بلي طونسيون. انا ملي كنت كنشوف الاعمال ديالو كنت كنتمنى انني نشتغل معاه وحديت بهذه الفرصه هذه وتبارك الله عليه تري كومبيتون. نقدر نقول لك باللي في البدايه ديالي غادي نعتبرها مساله حظ بحكم انني ما كنتش معروفه وكانوا البدايات يعني اشاك فوا كانوا كيطيحوا معايا ممثلين كبار كنقول جو سوي شانسوز. ولكن دابا او فور ا ميزور كو جانشين الاعمال كنعاود نتلاقى ممثلين كبار محمد عاجل اللي غادي نعاود لعبت معاه دابا المره قبل الاله عاجل غادي نعاود لعبت معاه دابا المره الثالثه اجتهاد كنقول بلي اجتهاد كيلعب دور ديال البابا يعني سي توجور ان بليزير. حسنا الطمطاوي هي اول مره غادي نلعب معاها وممثله كبيره اللي كتلعب دور ديال ماما كامل اكاديمي اللي احنا راه كبرنا مع حديدان جميع الامال ديالو حنا راه شفنا في التلفازه كبرنا معاه حتى هو عندي معاه واحد الدور اللي قريب بزاف يعني كنقول جوج حد واجتهاد. شوفي فاش كتاخدي هذه الخطوه هذه انك تولي واحد بيرسوناج بيبليك تو دو اسومي بجوج الحاجه الزوينه والحاجه الخايبه. خصك تاسومي الحاجه الزوينه بحكم ان كتكسبي محبه الناس كتدخلي الدور ديال الناس دور ديال المغاربه كتدخلي لقلوبهم وكتاسومي حتى الحاجه الخايبه يعني اي حاجه كديرها كتكون محسوبه عليك. خصك تقدمي حاجه زوينه للجمهور المغربي حيت كيستاهل يشوف الحاجه الزوينه وخصك تنتبهي ما ليماج ديالك توتون ريستون اوتنتيك بيان سور. خلال المشاهد اللي صورنا دابا كنظن بلي غادي يلقى نجاح كبير اللهم يسر. قصه زوينه ممثلين زوينين كاستينغ زوين كاين واحد الحبكه كاين واحد التشويق اللي كنظن كنتمنى ان يكون نجاح وكنظن بلي غادي يلقى واحد الاقبال زوين من الجمهور المغربي.